يعني أقول الحمد للباري على ما هداني، الحمد للباري على ما هداني على طريق الخير وجنبني الشر، والحمد له ثاني شكر وامتناني على أمره المكتوب ولي مقدر، والحمد له ثالث على ما عطاني خير كثير وراجي خير أكثر، أكبر عطاء إجابته ليدعاني بصوت بلحن بلال قام يتكرر، حي على الفلاح يا المودماني اللي يرتفع بالصوت الله أكبر، وغيره عطاني عرف عدة معاني عشت وعرفت أشياء أغلى من الدر، الأوله عرفت ممشى زماني وعرفت فيه أن الحوادث تقدر وأن المقدر يا أصلا في مكاني لو كان من دونه محيطات وبحر، والثالثة الأوله عرفت ممشى زماني وعرفت فيه أن الحوادث تقدر وأن المقدر يا أصلا في مكاني لو كان من دونه محيطات وبحر، والثانية عرفت منطق لساني أحلى من الحالي ومر من المر، أما من الكدر المغثرب سقاني ولا سقاني من زلال انفلتر، والثالثة ما كان بين المحاني ما بوح به لفلان وقول له سر، إن ما حفظت أسرار شاني بشاني ما لوم غيري كان هفشة ومرر، والرابعة شيء سمعته بذاني ما هو بشرط إنه على الناس ينشر، أحيانا الأول يحول يصير ثاني والقول في بعض المواقف يغير، والخامسة يا المستمع للمعاني درب الخطأ أياك معك يتكرر، احرص على الدربة السوية البياني وابعد عن اللي به مطبات واحفر، والسادسة أمضيت عمر كفاني وعرفت به كل الكلام المقدر، وحطيت بالنفس القوية عناني وحصرتها بأمرين مارد ومصدر، وخلاف هذا يا ولي الحساني اجعل لنا أمر بأمرك ميسر، وصلاة ربي عد ما الصبح باني على نبي بدين الإسلام بشر. اللهم صل على أعزائنا المشاهدين، لاستقبال قناة المجد بوضوح على مدار النايل سات على التردد 11137 أفقي، إذا كنت تشاهد قناة المجد داخل السعودية احرص ألا يقل قطر الطبق عن 60 سنتيمتر وجهاز استقبال HD. إذا كنت تشاهد قناة المجد شمال وغرب أفريقيا احرص ألا يقل قطر الطبق عن 90 سنتيمتر وجهاز استقبال HD. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.